السلام عليكم يا سواري، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. معكم معلمة منة الله، والآن هو وقت اللغة العربية. هل تحبون قراءة القصص يا سواري؟ نعم، وأنا أيضا أحبها. هيا ذهبت بسمة إلى البحيرة، وهناك رأت بطة وبقرة وقامت بإطعامهم. رأت بسمة بطة وبقرة وقامت بإطعامهم، وقضت وقت حقا رائع. هل لاحظتم شيئا يا صغاري هنا؟ بسمة، بطة، بقرة. نعم، إنهم جميعا يبدأون بحرف الباء. إنه حرفنا اليوم حرف الباء. نعم، من منكم يا صغاري يستطيع كتابة حرف الباء؟ ها، عبد الله، محمد، تالين. هيا، هل أنتم مستعدون لكتابة حرف الباء؟ هيا نكتبه سويا، لنرفع أيدينا ونكتب. سنة صغيرة أعلى السطر، وخط مستقيم على السطر، ثم سنة صغيرة أخرى أسفلها نقطة. رائعون، رائع، بارك الله فيك يا صغيري. مرة أخرى، سنة صغيرة أعلى السطر، وخط مستقيم على السطر، ثم سنة صغيرة أخرى أسفلها نقطة. هكذا نكتب حرف الباء. رائعون، ولقد اتفقنا من قبل يا صغاري أن لكل حرف 4 حركات، هم الفتحة والكسرة والضمة والسكون. رائعون، هل ما زلتم تتذكرون؟ الفتحة، ها؟ نعم، شرطة مائلة أعلى الحرف. رائع يا مالك، وتكون هكذا. هيا نقرأ سويا. ب فتحة، ب فتحة، صوتها ب، ب فتحة، ب. رائعون، هيا، والحركة الثانية هي الكسرة، والكسرة شرطة مائلة أسفل الحرف وتكون هكذا. ب كسرة، وصوتها ب، ب كسرة، ب. رائعون، والحركة الثالثة هي مضاوي، ضمة، والضمة واو صغيرة أعلى الحرف وتكون صوتها هكذا. ب ضمة بو. رائع، والسكون، اتفقنا أن السكون حركة ضعيفة لا نستطيع قراءتها إلا بوجود حرف قبلها. هيا نقرأ سويا. ب فتحة ب، ب كسرة ب، ب ب، ب ضمة بو، ب ب بو. رائعون، والسكون حركة ضعيفة وتكون هكذا دائرة صغيرة على الحرف. والآن هيا نشاهد هذا الفيديو لنرى بعض الكلمات التي بها حرف الباء. والآن يا صغاري، هيا لتساعدوني في هذا التدريب. أول سورة معنا سورة بطة. ب ب بطة،
هل تبدأ بحرف الباء فتح أم كسر أم ضم أم سكون؟ نعم، باء فتحة. الصورة الثانية هي صورة بنت. بنت، بي بي بنت. نعم، تبدأ يا تلا بباء كسرة، باء كسرة، بي بنت. والصورة الثالثة يا عبد الله برتقال، ب ب برتقال. نعم، يبدأ بحرف باء ضمة، باء ضمة، ب برتقال. والباء الساكن إذا وضعنا حرف الهمزة فتح قبلها تكون هكذا، همزة فتحة باء سكون أب.